السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر في هذه الأيام صعب نخرجها، عندنا حظر تجول، حظر كلي ما نقدر نخرجها للفقير. السنة في زكاة الفطر أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. الآن عندنا حظر تجول ما نقدر بطلعها الآن، يجوز أني أعطي جمعية خيرية فلوس هم يشترون فيها رز ويعطوا الفقراء، يجوز أحول حوالة بنكية الآن إلى أهلي في مصر أو في الأردن، يجوز ما في حرج إن شاء الله تعالى. طيب الآن بعض الناس يقول طيب الفقير محتاج فلوس يعطى صدقة، أنت ما عندك للزكاة. زكاة الفطر طعام تخرجها طعام، زكاة الزروع زروع، زكاة المال مال، اسمه زكاة فطر. وفقراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفقر من فقراء، أنا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوهم من المال، فتخرج صاع من تمر أو بر أو شعير. لو أخرجتها رز الآن وعطيتها يجوز على القول الصحيح، لكن لو أعطيت جمعية هم يوزعونها قبل عيد هذا أفضل وأسلم إن شاء الله تعالى. طيب والعمال والخدم اللي عندنا في البيوت هل نخرج عنهم زكاة الفطر؟ يقول العلماء إذا كان العامل مسلم والخادم مسلمة تخبرها، لأنها عبادة تحتاج إلى نية وتوكيل وكلك. يقول نعم، تقول يا فلان ترى أنا بطلع عنك زكاة الفطر، وتقول حق البشكارة والخدام اللي عندك أنا بطلع عنكم زكاة الفطر ما في حرج. الخدم غير مسلمين لا ما عليهم زكاة فطر. طيب المرأة الحامل توها حامل ولا أنها بتولد؟ القول الراجح الصحيح أن الحامل ما تخرج زكاة الفطر عن الجنين، فقط هو اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. لو خرجها الإنسان عنده خير ما عليه حرج. كم زكاة الفطر؟ صاع كيلو والنص تقريبا من رز وغيره، ويختلف الرز المصري والرز البسمتي وغيره، يعني على حسب الموزونات. الأمر الآخر، طيب أنا بطلعها تمر ما في حرج، أي من الموزونات اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر والأخير، أنا الآن بطلع الرز بعطيه الفقير الآن هو يوزعها ما عليه حرج. طيب بعض الناس يقولك أنا ما أبي رز، هذا مو فقير، هل نعطي الفقراء فلوس؟ يا أخي محتاجين فلوس، يا أخي أعطهم صدقة، أنت ما عندك للزكاة؟ حتى واحدة تقول أنا بعطي أختي من الزكاة، أختكم تعطوهم من الزكاة؟ ولا بعطي أمي من الزكاة؟ أفا يعني آسف الكلمة هذه. يقول علماء الزكاة وسخ المال، طهر المال، طلع طهر المال، هذا تعطي الفقراء، تعطي أمك ولا أختك ولا أخوك، يعني كم عندك أنت إذا أنت عندك زكاة تعطيه من الزكاة؟ فأعطي من حر مالك، أخرج من مالك صدقة. أما قضية أن الفقير والله محتاج والله الفقراء، طيب الفقراء محتاجين فلوس، أعطهم صدقة. وشيء ثاني اللي يرد الرز ويرد التمر وكذا يقول كان والطحين يقول كان ما بي، هذا مو فقير. الفقير هو الذي يجد قوت يومه، والمسكين أعلى منه، والدليل قول الله تعالى وأما السفيرة فكانت لمساكين، يعني أعلى شوي المسكين. الفقير هو الذي يجد قوت يومه، والمسكين اللي ما عنده ما يكفي في آخر الشهر. والله كل المساكين لا، عفوا لا نألف بالدين على بنحنا بنضبط أي واحد، لا الأصل أن نخرجها لمستحقيها، هذا الأصل. وأعلم أن بعض الجمعيات يمكن يحط لك قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقولك نعم يجوز لقول أبو حنيفة يجوز دفع زكاة الفطر نقودا. طيب قول الجمهور، قول ابن عباس يقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو بر شعير. حتى الله تعالى يبيك أنك تظهر شعائر الدين لما تروح بيتك وتأخذ يعني الصاع وتقول هذا عن هاجر، هذا عن ماريا، هذا عن مهاوي بنتي، هذا عن أنس، هذا عن الماس، أسمي عيالي قدامهم ما راح ينسونها. لكن لو صارت سرا ما حد درى عنها، وين ظهر شعائر الدين؟ لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال تقوى منكم. حتى الشاة والأضاحي تذبحها وتذكيها وتأكل منها، يعني من باب تطبيق السنن. فيا أخوان عفوا خل نطبق شرع الله تعالى على أنفسنا ونخرجها. ما يبي الفقير رز، هذا ما هو فقير، فنعطي الذي يستحقها، وعسى ربي يكتب الأجر للجميع، وفق كل أهل الخير والعاملين عن الخير شهر الخير. ونسأل الله تعالى نرفع عنا الوباء والبلاء، وأسأل تعالى نرفع عنا هذه الغمة، ويا رب نعيد في المصلى ونعيد في مساجدنا، وإن ما عيدنا راح نعيد في بيوتنا بدون خطبة عيد كما قلت لكم قبل، ركعتين، الركعة الأولى 7 تكبيرات مع الإحرام، أقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية هل أتاك حديث غاشية، طبعا 5 تكبيرات بدون انتقال، يعني 6 تكبيرات صلاة العيد نجمع أهلنا. واحد يقول لي بدري عليه، لا لازم عشان المقطع ينتشر وعشان الناس تعرف. عسى الله يحفظكم، أعتذر انقطعت عنكم فترة اللي فاتت لأسباب صحية، عسى الله يحفظكم يحفظ البلاد والعباد، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.